نحن في فريق الأثر والمعاصرة من خلال التعقيب ديالنا على ما سماه رئيس الحكومة حصيلة مرحلية، وتعقيب واضح. نحن تنشوف انها تعبير ل يعني نوايا طيبه وليست بحصيله مشرفه ينتظرها المغاربه، والارقام هي التي تتكلم عن نفسها. ما يعيشه المغرب من احتجاجات على الاوضاع الاجتماعيه كفيل وحكم واضح، كذلك حتى اللي بتاع عن السياسه حتى تقارير المؤسسات الدستوريه من المجلس الاعلى للحسابات كفيل ايضا لان يحكم يعني بالواضح على فشل هذه الحكومه في معالجة الكثير من الأوضاع. الأرقام تتحدث، البطالة، مستوى المديونية، إلى غير ذلك من 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 من, من الاختلالات. وبسم الله الرحمن الرحيم، احنا بالنسبة لنا اعتبرنا بأنه العرض ديال السيد رئيس الحكومة عرض ضعيف، وكان مجرد تجميع ديال الأوراق قطاعية وغاب عليه النفس الجماعي. في نهاية المطاف كاين إخفاق اجتماعي كبير، كاين إخفاق اقتصادي كبير يعكسه تراجع معدلات النمو وارتفاع المديونية، والأدهى من ذلك هو أنه مع كامل الأسف غياب الانسجام الحكومي والصراعات السياسية داخل الحكومة وداخل الأغلبية يعطل الإصلاحات الكبرى في بلادنا. وتابعنا واحد مجموعة الإصلاحات الكبرى التي ما زالت معطلة بسبب غياب الانسجام الحكومي مع كامل الأسف. الجميع يجمع على وجوب توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، خصوصا على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى التشغيل، على مستوى السكن، وكلها يعني انشغالات اللي عبروا عليها السيدات والسادة رؤساء الفرق في التدخلات ديالهم، لأن هنا ما بقاتش هذا أغلبية ومعارضة، ربما ما نتوافقوش حول المنهجية أو حول الطريق للوصول إلى نتيجة معينة، وهنا فين تنختلفوا أغلبية ومعارضة، ولكن الجميع يجمع على أن المغاربة يستحقون كل التقدير وكل الاحترام وأن يعيشوا في كرامة وبعزة.